بصراحة. من كم يوم شارك بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، شو بتخبرنا عن هالمشاركة؟ للحقيقة هذه كانت أول مشاركة لي، يعني كنت سعيد جدا، ومهرجان رائع ويرفع الرأس، كثير انبسطت. تعرضت لانتقادات بظهورك بالبحر الأحمر بالسعودية، في نشطاء رفضوا دعوتك على السعودية من بعد ما اعتبروا أنك أنت السعودية ببعض تعليقاتك ضمن برنامجك السابق هيدا حق. شو بترد على الموقع؟ للحقيقة لما دعيت على المهرجان وطلعت، الصراحة استقبلوني أحلى استقبال، يعني ما قصروا، وهذا منه شيء غريب على أهلنا بالسعودية، يعني ما لقاهم كثير حلو، كان بجنن، وتجربة كانت رائعة. هلأ من بعد ما رجعت لقلك استغربت، أكيد استغربت، لأنه رجعوا فيقوا هول الفيديوهات عن جديد يلي هن بكل مناسبة عم بيرجعوا بينزلوهم، ما بعرف ليش يعني. وهن هول الفيديوهات هن مجتزئين من برنامج هيدا حكي، البرنامج النقدي اللي كنت أقدمه على التلفزيون، وهن نفس الفيديوهات عم بينزلون بكل مناسبة يلي هن أول واحد بعتقد يلي عم نقول فيه إنه نحن تخيلوا لبنان يصير بلد نفطي، مقصصين منه مجتزأ الفيديو، وهو فعليا نحن عم نقول انه تخيل، يعني هو عم بنتقد لبنان، انا مش انتقاد، كنت طريقه كوميديه عن لبنان مش عن المملكه. والفيديو الثاني اللي هو انه وقت صارت الحمله بالمملكه كمان مجتزأ الفيديو، لانه انا كنت عم بقول انه يا ريت بيصير عنا بلبنان حكم حلو مثل بالمملكه لحتى نخلص من الفاسدين. فبكل الاحوال مش مشكلة، عن جد مش مشكلة، يعني شغلة بسيطة، لأنه اليوم المملكة بإيدتها بمستقبلها الواعد هي قدوة للجميع. فبدي أقول لكل اللي فهموني غلط أنه كمان مش مشكلة ما يوغزونا، والنيتهم كتير حلوة، أنا اللي هني شفتهم من أول ما وصلت على المملكة، يعني بقول لهم بحبكم كتير. رح تشارك برمضان 2024 مع النجم عابد فهد، أعطينا شوية تفاصيل وأمثل انطلاق الشيء. هلأ قريبا، يعني تقريبا التصوير بيبدأ ب16 شهر، أنا ببلش تقريبا يمكن يا 18، يعني قريبة هلا عن قريب. المسلسل كتير حلو، وأنا كتير سعيد إنه لأول مرة عم شارك فنان كبير بقدره كتير، بحبه كتير، عابد فهد، طبعا مع نخبة حلوين كتير ورائعين من الممثلين اللي ندى أبو فرحات، أنس طيارة، الفنان العظيم أحمد الزين، ما بعرف، ان شاء الله ما اكون ناسي حدا. بس المهم المسلسل تخيل رح يحبوه الناس، واكيد ما بدنا ننسى المخرج استاذ محمد عبد العظيم يلي قدم السنه الماضيه النار بالنار، ولا النار على النار، ما الوحده منهم anyway. فانا كثير مبسوط انه اليوم رح نشتغل سوا. شو بخصوص مش مشروعك المسرح انت وجورج خباز؟ ايوه مشروعنا انا وحبيب قلبي ابو جريج جورج خباز، هي في كثير ناس ما عرفت، لانه اول فتره نزلنا تيزر انه شو عم تعمل هون وهيدي، وبلشت الاحداث بغزه واللي هي انعكست على المنطقه يعني. فمما اضطرنا انه انا وجورج اخذنا قرار انه هي عمل مسرحي، وهو لأول مرة رح نكون سوا على خشبة المسرح، والمسرحية كتابة وإخراج جورج، رح أقول لك اسمها كمان عنوانها، هي خيال صحراء. هلا هو موضوع كمان، موضوع كتير حلو، أنا بفضل جورج يعني أي مناسبة يحكي عنه أكثر لأنه هو الكاتب والمخرج، بس إنه كنا حابين هيك نقدمها مثل عيدية
للجمهور، بس تأجلناها لسبب الظروف يعني. إن شاء الله بالربيع، وبتخيل بالصيف كمان رح نعرضها. هل اعتزلت تقديم البرامج؟ يعني ما في رجع ببرنامج تجديد على الام تي في؟ هيدا قرارك النهائي لانه الناس اشتقوا لك. ما بخبي عليك، تقديم ايه، هلا دايما ما في شيء حتمي، انه هلا اخذ قرار انا انه خلص بعدت عن تقديم البرامج. اما عندي شيء مع الام تي في، بتصور في شيء قريب، ولكن مش ماشي بيشبه مثل اللي كنت اقدمه، ان كان هيدا حكي او بيت الكل. انهاء برنامج ما في مثله، هل صرت تعتبر انه البرنامج بيأثر على صورتك ومكانتك كممثل درامي؟ هلا اول شيء مش انا اللي اخذت القرار من عندي لحتى برنامج ما في مثله، هذا كان قرار كلياتنا اخذناه. ولانه وصل لمحل ما في مثله، صار هو التليفون اليوم يعني اثر كثير، يعني صرنا بدنا نفكر باي سكتش، اي خلينا نسميها نكته بدنا نعملها، صارت عم تسبقنا على التليفون، صار عم بياخذ كثير وقت تحضيره. هاي شغله، وشغله تانية صار في كثير مواضيع انه ما بقى فينا نحكي عنها، يعني ان كان مواضيع صار بيعتبروها هوموفوبيك، بيعتبروها تحرش، بيعتبروها يعني في كثير مواضيع اليوم صارت صعبه ينحكي. وهالدليل انه من وقت ما وقفنا ما في مثله، يعني صار ما بقى في منهم هالبرامج، ما بقى يعني ما بتبطل فيك تحكي تقولي اي شيء. فهذا القرار مش انا لحالي اخذته، لا كلياتنا، وحبينا نوقف البرنامج بهيك يضل ذكرى حلوة عند الناس، وما ما يعني ما يوصل لمحل يقول انه خلص، عرفتي؟ فحبينا نوقفه بمحله. وهلا اليوم موجودين يعني الفيديوهات على يوتيوب، على تيك توك بيقطعوا كمان. والحلو انه هلا في جيل جديد عم بيجوا يعني اولاد بيجوا بيتصوروا معي، بيسلموا علي، عم بيشوفوني من ورا التيك توك ومن ورا فهيدي انا بقول لك انه هذا البرنامج ما بحبه، بالعكس هذا من احب الاعمال لقلبي، لانه هو اللي عرف الناس، اغلب يعني اغلب الناس عرفتني من ورا هذا البرنامج. لازم نسألك عن لبنان، كيفه؟ لبنان اليوم منه منيح، يوم اللي عم بيصير بالجنوب هو جنوب شقفة من لبنان، فكل لبنان، فإذا معكوس هذا الشيء على كل لبنان، على كل البلد. فتقلك إنه منيح منه منيح، ما نضحك على بعضنا، بس لبنان بضل يعني فأنا أعتبره يعني عم شوف أنا الميل المليان من الكباية، وأعتبره إنه غيمة رح تقطع. ولبنان بضل بالنسبة لإلي وبالنسبة لكتير ناس، لبنان حلو، بضل أحلى بلد بالعالم.